السلام عليكم احلى متتبعات، مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم ثلاثه الانواع من القطيطناس، اللي كل نوع فيهم فيه تقريبا 10 الالوان. قطيطنات اللي كيتلبسوا هكا يعني مناسبات خفيفه، بصراحه كيجيو زوينين وفيهم الوان جذابه، وفيهم كذلك المقاسات كلها متوفره. نتمنى تشوفوا الفيديو للاخر، واللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها مرحبا بكم، والتواصل مع السيده اللي غنخلي لكم الرقم ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه للنوع الاول هذا كريب كوريا، مطروز بالكاترفيل في الصدر وجهه الصدر وجهه الكمام. بالنسبه للسميطه انتما كتشوفوها سميطه رقيقه ذهبيه كتسواتها مع الطرز اللي في القفطان. بالنسبه من الصدر لتحت بالعقاد وبالطرز في الجناب ديال الكمام، فيه الالوان بصراحه زوينه بزاف صيفيه، الوان جذابه، فيه السيال، فيه المرتديلا، فيه البيج، فيه الاورانج، فيه الفيغ، فيه الجري، فيه الابيض، فيه النوار، فيه لوينات صراحه زوينين، يعني كيجي بحال هكا خفيف شي مناسبه تكون خفيفه، صراحه كيجي زوين وحد قدو، ما فيهش داك الطول الزايد بلا قياس، وكيجي مع هاد السميطه نتوما كتشوفوا كيجي رائع جدا. وكل لون فيه عنده امتيازات الصراحه، كل لون كيجي بصراحه كيحمق، يعني غتحيروا في اخذ الالوان. وبالنسبه لهذا الابيض راه العروسات والبنات اللي مقبلات على الخطوبه او الزواج، راه حتى هو بصراحه كيجي زوين. هذا الكري حتى هو نتوما كتشوفوا الكري خارج طوندونس هذا العام، حتى هو كيجي رائع جدا صراحه. كلهم الالوان اللي فيه جاوا زوينين مع هاد الطريزه اللي داروا فيه في الصدر وفي الكمام. بالنسبه للمقاسات راه من الالت الدوبل اكس ال، والثمن ديالو 300 درهم. هذه كتلبس على فراشه او قفيطين، هي فيها بصراحه في الوان زوينه، الوان اللي دارجه على الموضه هذا العام، مع البليغه ديالها مطروزه في الصدر وفيها الحزام رقيق، كلهم فيهم البليغه ديالهم من نفس اللون، وفيها هي طريزه من القدام بصراحه زوينه بزاف، حتى هي في مناسبات خفيفه كتجي راقيه جدا، وكتجي في اللبسه زوينه، كتجي مع السيده اللي عامره وكتجي حتى مع السيده اللي رقيقه، زوينه بزاف. والثمن ديالها 400 درهم مع البليغه ديالها والحزام اللي يعني على حسب اللون ديال الجبادور او الفراشه. بالنسبه للثمن ديالها 400 درهم كيف قلت، وبالنسبه للمقاسات راه كلها متوفره، وهي بصراحه كتجي زوينه في اللبسه ديالها. بالنسبه لهذا القفيطين هذا حتى هو راه عنده واحد السيل خاص، كيجي كلوش من التحت كيجي زوين.